في غضون السنوات الخمس الأخيرة تم تأسيس المئات من المعامل والمصانع، لا سيما معامل الإسمنت والبلاستيك والمواد الغذائية والحديد والصلب في مناطق مختلفة من المحافظات الكردستانية، بعد أن حصلت على إجازات من مديريات التنمية الصناعية وهيئات الاستثمار والغرف التجارية في تلك المحافظات. يقول مختصون إن الطلب على الناتج المحلي الذي شهد رواجاً وارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة مع حزمة التسهيلات التي قدمتها حكومة إقليم كردستان كالحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية شجعت أصحاب رؤوس الأموال على إنشاء المعامل. حدود 8000 مصنع موجودة في إقليم وأكثرهم في مجال الصناعة، وهذه المعامل ويتطور سنة بعد سنة حتى يصير إحنا نطلع المواد المنتوجات المحلية في مجال الزراعة أو في مجال الصناعة. لغة الأرقام تشير إلى أن محافظة دهوك هي المحافظة الكردستانية الأقل من حيث عدد المعامل التي أنشئت فيها، ويعزي مراقبون أسباب ذلك إلى المساحة الصغيرة للأراضي المخصصة لإنشاء معامل بسبب الطبيعة الجغرافية لدهوك. الحمد لله سليمانية وأربيل في كثير من معامل، أعتقد دهوك أقل، شوف أنه هو سكن مالتهم أقل على هذا، والمنطقة منطقة قريبة من تركيا، يعني المعامل التركية كثيرة، يعني المعامل إنه ما يقدر ينافس المعامل التركية. وثمة ترقب لتحقيق خطط وزارة الصناعة والتجارة الكردستانية وهيئة الاستثمار خاصة بإنشاء 11 منطقة صناعية موزعة على مناطق مختلفة من الإقليم تبدأ من زاخو إلى مناطق جرميان، هدفها إنعاش القطاع الصناعي والنهوض به رغم الظروف والتحديات والأزمات الاقتصادية. يوسف المندلاوي، زاغروس تيفي، أربيل.